مع برنامج بكل وضوح دائما رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس أستاذ مامون مبارك الدريبي. مساء الخير أستاذ، مرحبا. مساء النور لسنا، بارك الله الله فيك، يبارك على فيك السلامة. أستاذ، الله مرحبا يسلمك لنا. أستاذ، شكرا لك. اليوم من خلال موضوعنا غادي نتكلموا على وضعية كيعيشوها كثير من الأشخاص، واللي هي تكاسل نوعا ما والإحساس بالضعف. تلقاو الشاب اللي تخرج جديد ولكن غير ما لقاش عمل كيحس بواحد اليأس، أو السيدة مرضات وتشافت من هذاك المرض ولكن ما كتقدرش تواصل كتحس بواحد التكاسل وبواحد الضعف. فشنو أستاذ تحليلك لهذا النوع من اليأس والإحساس بالضعف اللي تيصيب هاد الأشخاص؟ ولا لا، في هاد واحد البرنامج كديرو قناة CNN، وعنده واحد الأناقة وواحد القوة يكون نهار الحد، صح؟ هائل هائل، بلا مشعر هذاك الصحفي اللي كان شفتو في الحلقة الأخرى يتكلم على الإنسان اللي غيصبح مهووس بالعمل، فغيبقى يردد بالانجليزيه وارك 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 وارك، وراه دايرين واحد الفيديو كتشوف الناس كيزربوا هذاك الفيديو بحال النميلات. هو بقيت نشوف هذاك الحوار مع واحد العدد ديال الخبراء، انهم هو الموضوع اللي كانوا غاديين فيه هو كيفكروا الانجليز، شوف قوه فين وصلوا، واش يوضعوا تأطير سياسي قانوني لمواقع التواصل. شوف فين واصلين الناس دابا حاليا، تتروج في انجلترا في منابر اعلاميه ثقيله يحلوا مواضيع واش خاص يدخل القانون السياسي ام لا. هذا غير واحد نافذه حول هذا العمل، هذا العمل هذا اللي كل واحد فينا اللي تيكون صغير كيسولوه في المدرسه الابتدائيه شنو بغيتي تكون في المستقبل، معلمه ولا واحد المعلم، من بعد يدخل الانسان الثانوي، من بعد كيمشي هكا الاعدادي، من بعد كيمشي التاهيلي، من بعد كيوصل بعد البكالوريا، كتبدا ديك المساله ما كيبقاش غير تصور، كتولي واحد الحاجه واقعيه. هاد التصور اللي عند الإنسان على شنو باغي يكون وغادي يقول واحد النهار واش وصل ولا ما وصلش، وأن احنا في الفكر الإسلامي في القرآن كل يعمل على شاكلته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له. هنا كاين واحد الاضطراب هائل اللي سميتو لا بروكراستيناسيون، واحد الأشخاص كيملوا بسرعة وما تيكملوش الاشياء وما تيقدروش يقفلوها، وحتى لا قفلوها خصو يدير حاجه اخرى بجنبها، خصو يدير جوج ثلاثه الحوايج، وتتلقاه ديما حاس براسو ما هواش. واحد الفيلم دارته البارح قناه الضيفه، دارت واحد فيلم اللي هو مأخوذ من أحداث واقعية ديال واحد الأم غطيح في واحد أم فارقة على زوجها عندها جوج وليدات، وغطيح في ورطة اجتماعية غيتراكموا عليها الديون، وغادي تبقى تبيع في حوايجها، وصل حتى أنها تهز السلاح وتدخل لواحد المحل وتسرق السلاح. مامون براكو اللي هائل في هذاك الفيلم هو المخرج واللي كاتب السيناريو ما مشاش للبنية، لأن البنية أصبحت الآن نوعا ما خفية على واحد العديد من المجتمعات بما فيها المجتمع الغربي، اللي كان هو خاصة المجتمع الفرنسي كان في الريادة مع المجتمع الألماني فيما يخص علوم البنيوي وعلوم التحليل البنيوي. هاد المخرج غيدينا وغنعيشوا مع هاد المرة هادي واحد المأزق، غطيح في واحد المأزق غيتسدوا عليها كاع البيبان، باعت حوايجها، هذاك المنضى باش كتخلص كيحجزوا ليها المحكمة عليها لأنه كيتسالها ديون، كيتقطع عليها الضوء، الأثاث ما كاينش، ولا ساكنة في واحد الدار خاوية،
المخرج قلت لكم بلا ما شعر دانا للبنية انها كتكون في هذيك اللحظه كتعرف لواحد الراجل اللي حاس بان عندها ظروف وكيجي لعندها وتيقول لها ودي انا كان بغيك وباغي نساعدك وما بغيتيش تقول لي شنو عندك، وهي كترفضه كترفضه رفض قاطع كتجري عليه، علما بانه اي شخص في هذيك المازق وكيجي شي واحد كيمد لك يد المساعده لابد ما تشد في هذيك اليد. فتبقى السؤال علاش ما شدتش هذيك اليد؟ ومشات الباساج لاك هزات السلاح ودخلت لواحد المحل، وشنو غادي تدي من هذيك لاكيس؟ ما تديش ازيد من 50 اورو، ما دات والو، ولكن هددات واحد السيده بالسلاح ودخلت الشرطه وتم اعتقالها وتقديمها للمحاكمه. اللي هائل هذا هو البنيوي، هو بعد ما غادي دار المحاكمه والنيابه العامه غطت طالب بسجنها ب5 سنوات وبغرامه ماليه لان قامت بواحد الفعل خطير، المحامي ديالها غيبين لها شاشه وغيبين ان كان عندها واحد الدور في جمعيات وانها واحد السيده نوعا ما صالحه وبان خطات بحكم الظروف. بعد ما القاضي غياخد في حقها واحد الحكم الرأفة يحكم عليها بعام سيرسي وغيطلق سراح. المخرج غيورينا انها غتصالح مع هذيك السيده غير بالنظره اللي هجمات عليها لان كتعرفها من الاصدقاء ديالها، وغادي تمشي تدخل مع ذاك الشخص اللي كان كيحبها وباغي يعيش معها في واحد العلاقه مستقره، غتمشي لعنده ورجعت نوعا ما واحد الانسانه ثابته. السؤال اللي خصي يطرحه الانسان اي شخص تفرج بحال الافلام اللي هما مقتبسين من الواقع المؤسف، هو علاش راه كيعرفوها الناس المندوبيه الساميه للسجون، كيعرفوها الناس اللي كيشتغلوا في اداره السجون، هو علاش ان السجين ملي كيدخل المؤسسه السجنيه ولا كيصدر في حقه حكم ولا كيتحاكم يولي انسان؟ كتعاود يعاود يحس بالانسانيه في هذيك اللحظه. انتم ردوا لي على البال، انت كصحفيه عفاك الله ردي لي على البال، رجع للمحاكمات وشوف كتلقى واحد اللحظه الانسان تيندم وسط المحاكمه وتيعترف بالخطا. انت راك تشوفهم في الوثائقيه اللي كيديروا عندنا في التلفازه ملي كيمشيو عندهم للسجن، كتكون واحد السيده اقترفت جريمه واحد السيد اقترف واحد الجريمه، وكتلقاه كيندم وكيطلب الصلح وكيطلب العفو. علاش؟ شي دابا غير خذوا لحظه قبل ما يدير الفعل وحاول تعقلوا لحظه قبل ما يدير الفعل، ما يسمعلكش، كانك ما موجودش، كان كلامك ما كيبلغش. ونفس الشخص ذكر معاه بعد ما كيجلس في المحاكمه وتيعيش الجلاله ديال المحاكمه، هذا هو اللي مهم بزاف نردوا له البال، كترجع الانسانيه ديالو. وهنا غنحطوا هذاك المربع ديال الاركان الاربعه ديال البشر، الانسان، ابن ادم، المرء، هادو مربع غيعطينا هاد اربعه الاركان، والامر الجرافيت بحال واحد القمر حدا النقطة ديال المرء، أي الجرافيت ما تقدرش تشدو كركن، ركن البشر مأسس الله سبحانه وتعالى، ركن الإنسان كذلك، ركن المرأة كذلك، وركن ال 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 الأمر يبقى، وابن آدم كذلك، والمرأة يمكن لك تشكلوه هذو بربعة كيتشكلوا، ولكن الأمر ما يمكنش تحطو كركن، هو كيبقى بحال واحد الإلكترون، بحال واحد الذرة كتحرك. يمكن لك غير تناوله في واحد اللحظه معينه بعد غادي يتحرك. اذا غنمشيو للخذلان. الخذلان هو الانسان يكون في استسلام وفي الياس. وهنا اللغه العربيه هائله ما شاء الله عليها، لانها كتميز ما بين القنوط والقنوط. فالقنوط هو هذا اللي غنقولوا عليه احباط، وغيكون في هذيك الحاله ديال الاحباط، كتشبه الحاله ديال الديبرسيون نوعا ما حتى هي فيها نيس، هذا هو القنوط والضمه. اما القنوط بالفتحه يقول اهل اللغه هي صفه تدل على الثبوت من قناطة، معنى أن فيها
تعريف معناتها ان فيها ديمومه. دابا شتي القنوط يقدر في واحد اللحظه وتبدل، يجي عندك اهلك، يجي عندك حبابك، يدخلوا عندك وليدك الصغار يلعبوا معك، تقدر نوعا ما تشعل واحد الشميعه في هذيك اللحظه ويخرج منه الانسان. هذا هو القنوط. اما القنوط كيلكو سوا اكس، شنو اللي غيوقع؟ كيبقى الانسان، شوف العربيه، اهل العربيه تيقول لك هي صفه تدل على الثبوت، يعني تا ان هاد ليطا هادي ال سانسكري دون طون نيتر. هذا هو اللي كيسمي العبقري جاك لاكون لو بروسيس دو ليدونتيفيكاسيون. هذا هو اللي غيدخل لينا هنا التشبه والتمثل، فغيولي ملي تيعرف نفسه تيقول انا فلان، راه ضمنيا انا القانوط. واخا ما تيقولهاش، يقول انا فلان اللي هو مثلا علي مصطفى جيل علي كذا، راه ضمنيا ملي كتقول العربيه قانوط هي صفه تدل على الثبوت من قنط وقانطه، معناتها فيها واحد الديمومه، الي انسكريت دون ان ايتا. هذيك هي لو فيرب اتر، جو سوي، هذه هي جو سوي، جو سوي قانوط. شي راه ماشي جو سوي احمد ولد عائشه فاطمه بنت كذا، جو سوي قانوط فاطمه بنت كذا، جو سوي قانوط. شي خصني نقولها بالفرنسيه باش، حيت عندنا واحد الجمهور اللي كيقدر ربما يسمعها بواحد اللغه كتعطي له واحد التصور. اذا منين غندخلوا لهذا الموضوع؟ منين غندخلوا لهذا الموضوع؟ قلنا على هذاك التصور اللي تيبنيه الانسان، سواء عن درايه او مجرور او مدفوع او مفعول. هادو هما اللي غتلقى مثلا واحد الشخص غيدير واحد التكوين، غيدير واحد الدراسه، كتكون البنت جميله وطويله ومانكام، كيبدا يقولوا لها في عائله وانت اش بغيتي بهاد الخدمه هذيك، وعا كنت عا وليتي مانكام، عا وليتي مانكام، وهي عمرها ما كانت غتفكر تكون مانكام. واحد النهار صحابات هاك وعا وليتي مانكام بهاد الطوله وبهاد الزين كذا، شوف فلانه ولات مانكام وانت احسن منها وانت كذا وانت كذا. وهي عندها واحد التكوين، عندها واحد صفه معينه وخلات ديك الصفه ومشات ولات مانكام. واحد النوقش يعيطوا ليها لماكازين، بقات دير ديفيلي وهي تفقد ديك الرشاقة، ولات كتغلاض، وهذيك الجمال والحسن اللي على وجهها نقص، وهذاك الضياء اللي في عينها، وديك البهجة اللي في ابتسامة مشات. قانوط. إذا ملي غنلقاو حنا في قانوط، الحقيقة فين هي اللي كان خصها تمشي عليها باش تعمل؟ واش هي ديك اللي كانت فيها الأولى، ولا هي هذيك اللي جات ليها بحكم النظرة والكلام ديال هذوك الناس؟ هذا هو الانسان. الانسان ما عندوش هنا واحد البلاصه اللي يقدر يقول فيها هذه الحاجه اللي هاد تخلقت، ما يقدرش. ما تقدرش تقول دابا انت صحفي، واش تقدري تحس مدابه بانك كل ميسر لما خلق له خلقتي ان تكوني صحفيه؟ تقدري تحسمي؟ دابا انت مستريحه ومطمئنه كصحفيه ولقيتي نفسك كصحفيه، كنت تقدري تحسمي؟ مازال ما مازال بقاش غيجي الحسم، حتى غتقاعدي طول عمرك وطول وقت عملك، النهار اللي غتقاعدي وغتولي كتزاولي هذا العمل من باب حبه، من باب الهوايه، من باب، وغتشوف واش غتبقاي على الحال اللي انت كنتي عليه كصحفيه ولا غتغيري. وتقدر ديك الساعه النهار اللي غتقعدي تبان لك واحد الحاجه اخرى، تولي كتزرعي النوار الورد، تولي كتدير شي نقوشات على المجوهرات، تولي كدير وغتقول ويلي عاد لقيت راسي اليوم. يعني الحقيقه واش ملي كنتي صحفيه ولا هذيك، حتى هذيك عاوتاني تقدر تحسمي. علاش راه مساله ما سهلاش، هذه هي السؤال الوجداني. السؤال الوجداني عنده المدخل ديالو، والمخرج راه ما عندكش. المخرج راه كل موضع كتلقى فيه صيغه الحق والحقيقه والعدل والعداله، كتلقى فيه الفهم والعلم والعمل والمعامله. هاد الثمانيه هادو غيجتمعوا لك في واحد المكان وفي واحد الزمن معين، الى جمعوا الثمانيه في هذاك الظرف الزمني من عمرك راه حقيقه في هذاك الظرف الزمني تما، الى استمروا مزيان، إلا تغيروا راه ماشي عيب. شنو عندنا حنا كميزان؟ ملي كنقول حنا مسلمين،
ما معنى حنا مسلمين؟ كتعني حنا مسلمين؟ انا ما يفوتنيش نذكر على واحد البرنامج اللي صراحه واحد الحوار عجبني نهار الحد 10 نوفمبر، حديث الصحافه قناتنا المغربيه دوزام، كان واحد اللقاء مع الاستاذ الجامعي محمد الشيخ استاذ فلسفه. اول مره كنشوف واحد الحوار فيه ماده، لان فضلو هو كاستاذ وكمفكر عنده مادة، عنده مادة. كنت كنتظر من الصحفيين يدخلوا لشي مواضيع، يدخلوا لشي مواضيع. هما الصحفيين اللي كانوا حاضرين معاه عطاو شي أسئلة، ماشي ما عطاوش، ولكن كان خصو توضيحات. عندي له بعض الأسئلة لهذا الأستاذ اللي صراحة كيف قلت الحوار عجبني وفيه مادة. الأسئلة اللي كنطرح له هو اللي جعل الغلبة في النهاية يقول انتهت إلى أن تاريخنا كتبه اثنان، الفقراء والفقهاء. ملي يقول الغلبة في النهاية انتهت إلى أن تاريخنا، هو كأستاذ جامعي يعرف بأن التاريخ كاين التاريخ الرسمي اللي موجود في المقرر، وكاين التاريخ اللي هو موجود في الأكاديميات، بحال أكاديمية المملكة فيها تاريخ، وكاين التاريخ اللي موجود في المتحف اللي غادي يلقاوه في اللوحات وفي الحفريات وفي الدراسات الأنثروبولوجية اللي عند الخبراء، وغلقوا التاريخ للدولة الرواية الشعبية. فسؤالي له هنا فين كتبغي الصحافة يشتغلوا، موجوش له هاد الحسم في أنه ثم انتهت إلى أن تاريخنا كتبه اثنان. قبل ما نتحاور معاه في التفاصيل خصني نتحاور معاه منين جاب هاد التأكيد أن التاريخ كتبوا هاد الاثنان، منين جا أين تاريخ؟ حيث لو مشيتي لتاريخ الأكاديمية المملكة غتلقى فيه أشياء، ولا مشيتي للتاريخ اللي موجود في المقرر الدراسي اللي كيتغير تلقى فيه اشياء، ولا مشيتي لعند من عند ابن خلدون ولا عند الناس اللي معترف لهم بالتاريخ غتلقى اشياء، ولا مشيتي لعند الغرب في المتاحف ديالو في المكتبات ديالو غتلقى اشياء، ولا مشيتي لعند اهل الاختصاص الجبري كتب في التاريخ غتلقى اساتذه في السوسيولوجي كتبوا في العرويتي كتب في التاريخ غتلقى ناس غتلقى اشياء، وغتلقى في هذاك الخط الدائم في الرواية الشعبية تاريخ. إذا على أي تاريخ كيتكلم الأستاذ محمد الشيخ؟ دي سؤالي الأول. ثم غادي يحسم كتبه اثنان، الفقراء والفقهاء. هنا الصحفي كنشكرو لأنه طرح له السؤال، قال له شنو كتقصد بالفقراء؟ يضيف أقصد بالفقراء رجال تصوف، وليس كل رجال تصوف، لأن تصوف مذاهب. هنا غادي يمشي بحضار، غيمشي بحضار وما غيعممش، ويضيف رجال تصوف الذين ملأوا كتبنا بالكرامات. عاوتاني كتبنا، عاوتاني غلقاو كيف غادي يتكلم على تاريخنا، غادي عاوتاني يقول رجال تصوف الذين ملأوا كتبنا بالكرامات. عاوتاني هاد التعميم، كتب انا من اي نوع؟ اين كتب؟ واش كتب المقرر؟ واش الكتب اللي كتجي من المشرق وكتدخل في ستينات المغرب؟ واش الكتب اللي كتبوها واحد الزوايا واحد المدارس قرانيه؟ اين كتب؟ ولا واحد النوع معين من الكتب اللي قصده ما سماهش؟ هذا واحد الدقيق كان خصو يدار. صرنا اكبر مجتمع يتحدث على الكرامات، صرنا عاوتاني كان خصاين دراسه اثنوغرافيك. ساين اتود اثنولوجيك. ما يمكنش انا في عائلتي وفي عائلتي ما عمرنا دوينا على الكرامات، وغنق نسولك انت في عائلتك وفي عائلتك واش عمركم دويتوا على الكرامات؟ وغادي ناخذوا غير عينه هنا في الناس اللي عندنا في هذه العماره هذه، راه غنلقاوهم ما كيعرفوا حتى شنو هي الكرامات، شنو كتعني. اذا علاش صرنا اكبر مجتمع؟ صرنا منين جات العينه؟ حيت حنا راه هنا كنتكلموا مصطلحات فكريه علميه دقيقه، راه ما نقدروش، حيت راه استاذ جامعي الصفه غتحكم عليه. شتي لو كان غير واحد الشخص كيعرف بواحد الفكره مشاده ولا واحد الاشياء
لا، ملي كتكون عندك صفه كتقري طلبه ما يمكنش نتفكوا معاك في الحرف، الحرف كنوليو نوقفوا معاه. فهنا الحوار كيف قلت لكم راقني، للاسف ما كانش واحد الرد بهذه الدقه، فيضيف صرنا اكبر مجتمع يتحدث على الكرامات. هنا كيجزم من دون اي تاكيد لمعطيات او دراسات ميدانيه موضوعيه، صرنا مجتمعا منسحرا، او عاوتاني كيجزم مجتمع تحكمه الشياطين والعفاريت وجه الملائكه، يقول الاستاذ هنا يتحدث على ان اصل الحداثه هو، وغادي نفتح قوسين كلامه، هو لم نبطل بعد ذلك الانسحار الذي وقع في اساس الحداثه الغربيه. اذا هنا وقاش الدار في الحداثه الغربيه من قرن 18 19 17 16، خصو يوضع لنا هذا ابطال الانسحار في الحداثه الغربيه فوقاش الدار، وما معنى فعل الابطال ديال الانسحار. وهنا واحد الامر اللي انا شخصيا دقيقة 23 كنسألو، يا ريت يجاوب بشي شكل من الاشكال. ثم يجزم، ثم انتهينا الى يا اما التصوف يا اما التسيف، وما جاوبش عليها. اش كيقصد بالتسيف؟ اش كيقصد بالتسيف؟ لانه واحد الامر نوعا ما فيه لبس، فيه كنطلب منه اضاحه، كنطلب من قبل ما نزيد نكمل، لانه كنبقاو حنا في بلاد وحده، كنبقاو الكلام اللي كيتداز في الاعلام، خاصه الاعلام عمومي، راه بصفته كاستاذ وبصفته كذا راه عنده ثقل. فما معنى عاوتاني غيضيف في الدقيقه 52 ما بين التسلف والتصوف، معنيتها يا اما سلفي يا اما متصوف، وكيفاش يا اما التصوف يا اما التسيف؟ يعني انا ما بغيتش نقول شنو فهمت، كنتظر منه هو. هذا هنا فين دور الصحفي اللي كانوا جالسين معاه، كان خصهم الله يجزيهم بخير، هما عطاو اسئله اللي في المستوى صراحه. تبعت من الاول لاخر الحوار، فرحت لانه بدات ماده فلسفيه كتحضر. خصنا نحترسوا ونتابهوا بان هذه الماده هذه راه الفلسفه شيء وتعامل المفكر بها شيء اخر، فما نطيحوش في اخطاء نعاودوا نجعلوا الناس يسخطوا عليها، ماشي من هي كماده كعلم اللي هي هائله، من بعض التناول ديالها من بعض الاشخاص. وهنا كنحيي في انه شجاع ومشى لشي بلايص، غير خصو يكشف على رايه بشكل مطلق، وفي الحلقه غادي نوضح شنو كنقصد. اذا مستمعنا غادي نتوقفوا مع فاصل ونرجعوا نواصلوا بكل وضوح. الأستاذ نكملوا في موضوعنا حول الخذلان. إذا هنا لله هذا القانون اللي هي صفة تدل على ثبوت من قناطة، يقول أهل العربية. إذا هنا المربط ديال البنية، واش في الصفة اللي غيداول الإنسان بأنه تمنى يكون طبيب، تمنى تكون طبيبة، تمنى يكون قاضي، تمنى يكون محامي، تمنى يكون رئيس مقاولات، تمنى واش الحقيقة هنا؟ ولو كانت الحقيقة هنا غلقوا ناس تمنى واحد الصفات ووصلوا ليهم، وتلقاف إكراهات، وتلقى أشياء ناقصة، وتلقى أشياء كتعارض المبادئ ديالو، وتيولي قانوط. لو كانت حقيقة خصنا نلقاوه صافي، وصل لهذيك الصفة، وصل لهذيك العمل كيزاولو. أو لا الحقيقة في واحد الموضع اللي ما بين المعنى وقيمة المعنى، والدال عليهما في آن واحد. هي الأشياء اللي كديرها كتعني لك، ولا شي واحد جا قاصلك فيها كتقول اسمح لي يا خواتي يعني لي هادشي، لاحظتي أن المادة الفكرية كتعني لي، ماشي فقط انني نجي للاذاعه واحد الوقت معين كنخدم به فين ما كنت، عملي في المقاوله، في عملي مع العائله، مع زوجتي، مع ولادي، مع نفسي، علاقتي مع سيدي ربي، دائما الماده الفكريه عندي هي كل شيء، حقيقتي تما. وحتى وقت الفراغ ما يمكنش لي وقت الفراغ ما يكونش عندي فيه ماده فكريه، ما يمكنش.
وقت الفراغ اللي الله يجعلني ما نكون ناعس وسط النوم، وكنحلم كنفكر وسط النوم. ف ملي لقيت هذا البرنامج دوزيم وهذا الاستاذ الفلسفه بهذا، فرحت شخصيا، لانه طالما طالبنا وتمنينا انه ما يبقاوش المنابر الاعلاميه غير الاستهلاك، غير السبونسور، غير الماده اللي كتجيب الاشهار، غير اللي كتجيب لو ماكسيموم دو بوز، ولينا تنشوفوا ماده اللي تقدر ما تجيبش لو بوز، ما تديرش العدد ديال لي فيو، ولكن يكون فيها محتوى، تكون شويه ديال الشجاعه. ولو ان المغزى ديال بعض الاسئله ديال الصحفيين كانوا كيبغيو يوجهوا لواحد الاتجاه، ما بغيتش ندوي عليه، لانه هذا وين المغزى كيبقى ندير راسنا ما شناش المغزى. اذا شنو هو الشيء الدال على هاد الجوج في ان واحد، المعنى وقيمه المعنى؟ شنو هو؟ هو المال. المال اللي الله سبحانه وتعالى غيقول لنا عليه واحد 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 الامر هائل: ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. حيث هذا اللي في الخذلان، هذا القنوط راه مقعد. وهنا خصنا نفرقوا ما بين المحبط من حيث قنوط، وما بين الشخص المصاب باضطراب الاكتئاب. الله يجزيكم بخير، خصنا نميزوهم. اللغه العربيه ملي كتكلم على القنوط فهو واحد الحاله ناقصك فيها نوعا ما واحد الطاقه، اما الاكتئاب فهو مرض. باش كتفرق ما بين هذا اللي ناقصه هذيك الطاقه وهذاك المرض مريض، وهذا اللي ناقصه الطاقه عطيه الفلوس، هذا القانوت عطيه الفلوس، ولدك كيضل يجري تدفع السيفيات، قانوت سد عليهم، مابقاش باغي يحسن، ما بقى والو، ونجيب له واحد 5000 درهم ولا منو عطيها له، وشو كيولي؟ شو كيولي؟ حيد القنط. غادي تشوفه غيبدل الحوايج وغيدوش وغيحسن وغيهز هذيك مليون ويبوس لك على راسك، يقول لك الله يرحم لك الوالدين الوالده، والله يجزيك بخير اختي، وغتشوف حدو غادي يطردق هذيك مليون سالي، واحد السيمانه تبقى خدامه عليه وعاطي واحد شوي، وغاتعالى غير بالك قالو. اذا شنو تيقول الله؟ ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. دابا شوف اهل البصره ما شاء الله عليهم، يقول أهل البصرة: قيما جمع قيمة، أي جعلها الله قيمة للأشياء. دابا شتي هنا غيختلفوا أهل البصرة في التفسير مع أهل المدينة. أهل المدينة تيقولوا قيما بمعنى قياما، أهل البصرة تيقولوا قيما جمع قيمة. شوف 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 شتي، دابا بجوج الاختلاف فيهم حلاوة، بجوج حال عماد الامر وعمود الامر، راه بجوج معاني وليست مترادفه، راه سو سون با دي سينونيم، راه كل واحد جايب لك سبيكتر، شي بحال واحد الالوان، وانت عندك لي فالور ديالها كيمكن لك تميزها بلي زيدونتيفيون، كتقول هاد لو روج ماشي هو لو روج، واحد بعينه مجرده راه كيبان له احمر بحال الاحمر، كتقول له اسمح لي سي لا فالور ديالو، ها هي هاد الاحمر ولا فالور. هذا اللي شفته مؤخرا، بداو كيخرجوا واحد السيارات عندهم واحد الصبغه هائله، بداو كيخرجوا السيارات دابا في المغرب وفي الخارج، ما عندهم واحد الشيبي ما تقدرش تسميه شيبي، عندهم واحد الابيض ماشي ابيض، عندهم واحد الكريم ماشي كريم، ما تقدرش تسميه، ما تقدرش تلقاه عند مول الصبغه، خصك الرقم ديالو اللي تيكون مكتوب في الكوفر، وتتدي هذاك الرقم لعند هذاك الشخص باش كيخلط لك هذيك التخريطه ويجيب لك هذاك اللون، شي ما عطيتش هذاك الرقم ما يقدرش يخرجه. ها علاش داوين؟ هذا هو القوة. إذا البلاصة اللي فيها معنى، المعنى بوحده ما كافيش، خصنا قيمة المعنى، واللي كيعطي قيمة المعنى بوحده ماشي أنت ولا أنا، هو أش من قيمة غيداولوها الناس، بحال اللي غتخرجوا. شوف شوف سيدنا عمر شنو تيقول على: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. يقول سيدنا عمر: من لم يتفقه فلا يتجر في سوقنا. شي كلام ثقيل ولا ماشي كلام ثقيل؟ يقول لك خصك تفقه في احكام البيع والشراء، ادخل السوق. بمعنى هاد القنوط، هاد اللي غيكون كيتكاسل وكيتخاذل، جوج المسالات
اهم من الصفه اللي غتظن انت غتلقى نفسك فيها. خلي الصفه اللي غتلقى نفسك فيها، لان انت متحول والصفه راه متحوله، وعندك تسحب، راه ماشي تحول فيه تقطع، راه تحول فيه استمرار. ني با ديكوتومي ايسي، يعني كونتينيتي، بمعنى ان الذكاء ديالك ملي كنتي مراهق والعقل ديالك ملي كنتي مراهق وانت غادي كتكبر معاه، والصفه غاده وكتبان لك بقدر العلم والكفاءه اللي كتبان لك. ما حد باقي معك الجهل، واحد الركن غادي يغيب عليك في الصفه. وهنا الصفه راه ماشي احداثيات معينه اكس ايكغيك، غتلقى الصفه راه غتلقى ممارسات اللي هي تاع اللي هي معامله، الدين المعامله، غتلقى معامله ولففها انت بالصفه. كاين القاضي العرفي وكاين القاضي في المحكمه، جوج قضاة، لكن هذاك ما عندوش اللبسه والاخر عنده اللبسه، هذاك ما عندوش النص القانوني يضبطه، عنده غير احترام الناس وتقديره، ولكن ما يمكنش ما تاخدش برأيه، لأنه عنده فيه واحد الحكمة، واحد الدقة، والناس احتكموا بالقاضي العرفي. شحال سنين مضت عاد جا القاضي ديال المحكمة. إذا شتي هذاك القاضي العرفي ملي جا قاضي المحكمة، راه باقي عندنا الآن في القرية قاضي عرفي، راه باقي عندنا الآن في واحد الأماكن بعيدة قاضي عرفي، والقاضي ديال المحكمة كيحترمو، ما تيقولش له انت اش كطفل على المهنة، انت اش كتحب راسك، غير هو ما يمكنش تنفذ بحكم ديال قاضي عرفي، ما يمكنش تجيب عون قضائي، ما يمكنش تجيب الضابطة القضائية، ما يمكنش تجيب الدرك، ما يمكنش تجيب الشرطة، ما يمكنش دير الإكراه البدني. ولكن الرأي يبقى إذا كان مبني على حكمة يبقى. إذا شتي هنا ما مشاوش هما للصفة، مشاو للنتيجة. لهذا سيدنا رسول الله كيلخص الدين المعاملة، معناها تجمع الدين ديال كله باش يالله تقدر تسلك في المعامله، ما غادي تسلكش بهواك بحبك برغبتك، خاصك تجمع الدين في كله، كمعرفه كعرف كاجتهاد كذكاء كنيه خالصه، ثم غتقدر تسلك نسبيا في المعامله. اذا هنا هاد البلاصه اللي فيها المعنى وفيها القيمه الداله عليها هو المال. والمال فين كيدينا هنا؟ يدينا لهذيك جوج الاشياء الهائله الخطيره، اللي هي الاستقلاليه بالامر. اللي عنده المال راه مستقل في الامر ديالو، بغى يشري راه يشري، ما بغاش يشري ما يشريش. ما عندوش المال ما استقلش في الامر ديالو، يبقى عطال على انه يطلب واحد اخر. ها الاول. ثاني ان مول المال يمكن له ييسر الزواج، اما اللي ما عندوش المال ما يتيسرش له الزواج الا في حالات استثنائيه جدا. ولا ما تيسرش الزواج الشخص اللي تيخاف الله، اللي تيبغي الحلال وتيكره الحرام، ما غايتيسرش له الاستهلاك الجنسي. اذا هنا في هذه البلاصه هذه هما جوج الامور اللي هي الحقيقه ديال الانسان. علاش القران تيقول قيام غيقوم بها تصرف، وهذه يقوم بها المتعه النكاح. بلا هاد الجوج هادو، شكون اللي كيعطيهم المال؟ بلا هاد الجوج يكون الانسان محروم او ربما كبوت. مرحبا. واخا استاذ غادي نرجعوا لهذه النقطه بعد الفاصل، غادي ناخذوا مكالمات هاتفيه دائما على 0522 88 0060 61 62. معنا مصطفى من قلعه سراغنا. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيداير اختي بخير؟ لاباس. الله يبارك فيك. مرحبا سي مصطفى. كاين استاذ دريب. مرحبا معك سي مصطفى. كيداير استاذ بخير؟ مرحبا بك. الحمد لله الله يبارك. تفضل. عندي واحد المشكل واحد المرة الله يجازيك بخير. شحال في عمرك السي مصطفى؟ شي نسلك الله يرحمك الوالدين. الله يقدرني اخويا، شحال في عمرك؟ الله يجازيك بخير اخويا بهذا العلم هذا. امين الله يكبر بيك. سي مصطفى رحمه الله. شحال في عمري؟ 33. اييه ياكلوا باش شنو؟ شنو هذا المشكل اللي عندك؟ المشكل اخويا دابا المشكل كدير معايا الضاد بزاف كما كتقول. الله شحال في عمرها؟ اخويا تكون في عمرها تقريبا شي 18 سنة دابا تقريبا. تزوجتي شحال من وقت دابا؟ دابا خويا عندي مع جوج دري ودريه، دابا عمرها 5 سنين. اذا تزوجتيها صغيره؟ شويه تقريبا عمرها شي 17 سنه. الله الله الله. وبحالاش ما كتسمعش ليك؟ ما كتسمعش، ودابا المشكله كتبغي دير شي حاجه كتقول لك لا ولا هادي، بزاف الحوايج المشكله دي، بزاف الحوايج والله. بحالاش بحالاش؟ دابا كانت ناقشوا شي موضوع كتقول لك انا باغي نمشي بحالي، ديما هي شاده ديك باغا تمشي بحالها، بغيت نعرف انا علاش هاد المشكل. الله 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 الله.
واخا 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 حبيبي مصطفى، انا نعطيك رايي في هذا الموضوع. واخا دابا الناس المشكلة في خارجة هي، دابا المشكلة في تخرجتها مرة، خرجت واحد المرة وجبتها، والثانية كتقول باغا نمشي فيها، ديما ديما كتقول لي باغا نمشي فيها. تخرج دابا شي 7 شهور وجبتها، وطلبوني لنا، طلبنا الناس وداك الشيء مشاو معايا وداك الشيء، عاوتاني رجعت عاوتاني عاوتاني باغا تمشي، انا ما عرفتش كيفاش هذا الموضوع. الله الله، واخا عمو نعطيك رأيي يا عمو. مرحبا مرحبا الله يخليك، مرحبا خليني عمو، نهضر مرحبا الله يجازيك. مرحبا مرحبا. شوفوا واخا مكالمة. وصل أيه معنا حافظة من مراكش. ألو، ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام وعليكم ورحمة الله. السلام حافظة ورحمة الله. دكتور دريبي والأستاذة كدايرين بخير؟ مرحبا لالا حفيظة، اسمحوا لي عندي لو تراك. مع خوتك لالا. مرحبا بك، مع خوتك بارك الله لالا. فيك، الله يجزيكم بخير. مرحبا لله. استاذ الله لا، غيرتي الكون، غيرتي الله 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 المغرب، جزاك الله خيرا. الله 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 الله، كلام كبير منك بزاف، كلام كبير. بزاف ما حيت الدراسه، انا مربيه تبارك الله، تقري في روض، الحمد لله التعليمات ديالكم بارك الله ديالكم فيك، غاديين زعما ناجحين الحمد لله. بارك الله فيك الميسر، هذا مجهودك لالا. بارك الله فيك. عندي مشكل خير في عائلتي. في عائلتك؟ معك معك انت ولا مع شي واحد من العائله؟ انا لا، مع عائلتي الصغيره، مع الدراري، ونحيت ساكنه مع مع ناسك. اخوات. نعم نعم. شحال في عمرك لاله حفيده؟ شحال في عمرك؟ عندي 49 سنه. ايه، شحال الوليدات عندك؟ 5. تبارك الله، ما عندي ما سالك. تبارك الله تبارك الله تبارك الله، توحشنا نسمعوا، توحشنا نسمعوا 5 و4 و3. غالي ما كتسمع واحد جوج، واحد جوج. الحمد لله انا لقيت الله يعطيك الصحة، الله يجازيهم بخير. الله 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 الله، لا لا لا، انت خصك ميدالية والله، لا لا خصك ميدالية بالحلو. تبارك الله عليك، الله يعينك. مرحبا اختي حفيظة. ايوا، واش من اشكالية لاله؟ عندي دوك، انا راجلي كان خدام وخرج من الخدمة تراكمات. انا كنت ديت الجهد، بغيت نولي راجل بمعنى الكلمه، كنخدم انا تنخدم تندير تنبغي، حيت مع لقيت الوساتي هما اللي مقابلين الدراري، صافي وليت تفرغوا ليهم، ما عندهمش ولادهم، ولادي هما ولادهم. ما عندي مسألة، كنخرج للزنقه تنخدم بلي جور سوبليمونتيغ بهذا، صافي باش نوفر لوليداتي. ما عندي مسألة، خاصهم عندي مسألة. راجلي مسكين ما تيعطي لقلبو بزاف. لا اله الا الله، ديغنييغمون جاتو افي سي. الله يا ربي، الله ما تيقدرش يعبر، ما تيقدرش يقدر. انا قلت واقيلا انه نيفو، حيت بارابور للدراري دروك كاينين تبارك الله، هما اللي كاينه بنتي في لافاك هذا، تيناقشوا معاه ما تيقدرش، تيولي تيرد لقلبو، الخدمه ما كايناش، الا كان شوماج صافي 4 ans. شمن حرفه عنده؟ عنده كان في لاكويزين، كان كيطيب في المطعم، في الاوتيل. اوتيل. وتبارك الله، هاد الخدمه مطلوبه لالا. 25 وصافي، ولا تيتنيرفا في السبار وفي هذا، ولا تيتنيرفا، ولا ما قدرش يسيبورتي، تيخدم شي بلاصه كاع شي سناب ولا شي حاجه ويعاود يخرج. ما حاولش يشوف شي نورولوج طبيب الاعصاب؟ هو ما كانش كيتقبل، ديجا كان فيه السكر، ما تيتقبلش يمشي يدير كونترول لا تحت. لا خصو يشوف، حيت السكر لا راه كيلخبط الهرمونات في جسم المصاب، ولا مشات ما ردش الانسان البال، السكري وما ضبطوش وما كانش في توازن، راه غادي يقدر يتصاب باضطرابات اخرى، ما يردش البال ويصبح معطوب من جوج جهات، من جهه السكري من جهه الجهه الاخرى. فوالا، تا ولا دروكا تا ولا باش يولي، باش ما يقدرش، ما تيرضاش. انا ننصحك اختي، حاولي تقنعيه يشوف نورولوج، ويشوف اوندوكرينو، شوف طبيب ديال السكري باش يقل، نشوفوا له توازن السكر. لا دابا راه بزمن، ومني ولا افي سي في الماسي صافي، دروكا راه ولا دروكا مشينا دوكا عند نورولوج، مشينا عند اوندوكرينو، مشينا عند عندي مسائل كارديو، دروكا صافي ولا متبع دابا لي ريجيم ديالو كوم يلفو، تيدير الترويض مرات. شحال في عمر ولا لا راجلك؟ انا اكبر مني بعام. باقي صغير، 50 عام. وي لا باقي صغير، 50 عام. ولكن حيت باقي كنرجعوا ليه التربيه، هو الولد الوحيد اللي في عائلتي، خواتاتو ما تيخليوش يقيس لنا العبارة. يعني حنايا ما فيش، انا حنا هكاك انا في دارنا، حنا كنمشيو تنخدمو الدراري كلشي بحالنا بحال البنات كينوضو، هما يلا عندهم واحد التربيه في شكل سيدنا سمتو. ولدي دروكا نيت عنده، دروكا عنده 18، كان شد البكالوريوس، شد البكالوريوس، لا قال لي ترونسبور ضروري خصو يكون عنده موطور، ما يمشيش طوبيس بحالو بحال عباد الله. لا حول. مشيت انا درت انا دابا، مشيت لي انا وليت صيفطو لمدينه اخرى فين تيقرا الفندق. عندي مسالك.
الله يطول الله يطول باش يبقى الله يطول في عمره باش ما يبقاش يدير ما عندي ما على راسه ما عندي ما نسالك ما عندي ما نسالك لقيت البنات ولاو تترجلوا على على الوليدات لا حول على الولاد ولا قوه الا بالله علاش انا حس انا حس انا الناس ناس كبار ما ساكن ما قريش ما هذا تيحضنوا الدراري كيقولوا راهم هذا ولكن حبا لهم وتيضيعوهم حبا فيهم عندي ما نسالك لا عندي ما نسالك يديروا ما عندي بس وسمح لي بزاف انا ما تلفت مع مرحبا بك الله حفيظه مرحبا بك غادي هذا وغادي ما قدرتش الله الله الناس نعيط لك وها كل مره كنتردد راه وكي داير الاستقرار ديالك ما بين يعني حياتك الزوجيه ما بينك وبين زوجك كاين شي حياه زوجيه ولا والو؟ وما نقولكش ما حيت دوكا تستعمل دي بيلول باش حاجه الفياغرا وهذا باش جزاك الله ولكن انا تندير دراسي ما فهمتش دار خليا ما تنقول له والو والرغبه بقى عنده ولا الرغبه مشات؟ لا هو باقي حيت راه فرق ما بين القدره اللي غيجامع بها الراجل زوجته وما بين الرغبه اللي ماشي بالضروره كتختم وكتقفل بالجماع. الرغبه هي هذاك الكلام طيب، هي هذاك الغزال، هو هذاك لا رومانس، هو هذاك لا سنسواليتي. واش كاين هذا الشيء ولا والو؟ لا واحد هو تري سونسيبل، هو سونتيمونتال، هو عزيز عليه بحال هكا، هو تيبغي سميتو. ولكن انا كنشوف لي لا كاباسيتي عنده ما بقاتش، تندير راسي انا ما بغيتش تندير تنقول الله 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 بلانين هذا باش ما تبقاوش لا حول ولا قوه الا بالله اون فوا بار سيمين ولا هذا باش ما نكونش بسبب العامة. انا عرفتو خلاص ما تيقدرش ما تيقدرش ولكن تنحبس. الله ينور بعد بلانين. وانت كيف دايره نفسيتك في هذه الوضعيه هذه؟ نعم كي دايره نفسيتك مع هذه الوضعيه؟ وليت انا كذب عليك، وليت انا غاديه ربي تيسر لي شي خدامي تعرفني بحال بحال زعما ربي في كتافي الحمد لله بحال اللي كتجلي راسك فيهم وصافي. جات غاديه تنجري وفينا كنديرها كنقول هذه راه غنقلب فيها طافو تمشي بحال بحال الرياض حدايا تنبات فيه تنكتسب منه واحد الرزق حتى هو بحال بيرمانونس. نمشي لي زور سوبليمونتيغ تنضل من 7 الصباح حتى 9 الليل وانا عاد ترجع للدار. الله ما حيت ما كنلقاش الكوزينه حياتي كيف قالت والانوثه ديالك كتعطيها بقيه النفس ولا والو استاذ وتقولها استاذ واه واهر عليك الميسر عافاك رد البال الله يعطيك الستر راه جيت راه كتبقاي انثى كتبقاي ولات عندي دي سوس ما بقيتش كنديها في راسي. لا 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 عافاك انا لنفسك عليك حقا. عندي دائما عندنا راجل سميتو راه قبيله قلتي هذه الجمله وما عجبتنيش عرفتي راه ملي قلتي على نفسك راجل بهذاك الشكل ما عجبتنيش. اه والله العظيم لا عاف اختي لا لا ما تحتاجش تكوني راجل باش تكوني امراه. لا امراه امراه امراه. انا حافظه ونواصلوا استاذ من بعد الفاصل غادي نتوقفوا للحظات مع عناوين الاخبار نهايه اليوم. ما شاء الله خصها تحترس لان دابا هي حامله الامر بالصعوبه ديالو بالمراره ديالو. لحظات واحد الملاحظه في واحد الدقه لان ما شاء الله الذكاء ما انا كنعرف المغاربه والمغربيات ما شاء الله يعني عطاهم ربي واحد الذكاء فطري فطري فطري. عاود واحد الاستاذه جامعيه تتقري في النواحي الناظور الحسيمه قالت لي لقيناهم قالت لي اولاد في القرى يلاه عندهم ياكلوا ويلبسوا. قالت لي يا استاذ قمه التمكن من الرياضيات. قالت لي عندهم الرياضيات في الدم لدرجه انها صحابتي غير واحد المنطقة معينة سولات الزملاء ديالها قال لها ودي راه بحال هكاك هنا وهنا وهنا كذلك غتشوف لنا واحد بجان نواحي ديال بني ملاف واحد اخرين بقى ما شاء الله عليهم في الرياضيات كيديروا لها ناس ما بحالهمش وعندهم في الدم. هذه تراكمات ديال الحضارة. علماء ولدوا اجيال الظروف تبدلت من حيث الامكانيات ولكن ربقات القوة كاينة. راها حطت صبعها على لو سندروم كومبلكس دو ديبوندونس. هاد اضطراب المعول اللي غيكتب عليه مانوني هذا واحد الاختصاصي كان كيحضر المحاضرات ديال جاك لاكون وزكاه جاك لاكون واشتغل بالتشخيص ديالو. ولو كومبلكس دو ديبوندونس اضطراب المعول شنو السبب ديالو؟ هو كتلقى واحد الاب واحد الام اللي تيفشش ولده. الإشكالية راه ماشي في أن الأب يفشش ولده، الإشكالية أن الدري ما كيرفضش واحد المستوى ديال الشوف. وراه كتجيك لداخل لداخل هذا هو جهاز المناعة الفكري وجهاز المناعة النفسي. شي جهاز المناعة النفسي اللي كان عند الدري الصغير
ولو انت تفشو هو يرفض. ما كتشوفش وليدات صغار ما كيبغوش يتباسوا، وكتشوف شويه صغار كيبغيو يتباسوا. ودابا هما جوج دراري، هذا عنده 5 سنين، هذا 5 سنين، هذا عنده 4، هذا عنده 4، هذه عندها 5 سنين، هذه عندها 5 سنين، صغيورين. كتلقى باه ولا ام ولا عم ولا خالو يشدو بغي يبقى يبوس فيه، كتلقى الصغيور كيبقى يترنح، كيبغي هذيك التحيه نقيه تسلم عليه وتلقو. حتى مو باه مره مره يلاه ياخذوا منه هذيك هذيك التعنيقه. وكتلقى شي واحد يتلصق فك وباغي عا يتباس وباغي عا يتحب. هنا اللي غتجعل العبقري جاك لاكو غيوضع جوج انواع العلاقات، راه ماشي ثلاثه ولا اربعه، راه جوج. غولاسيون اناكليتيك غولاسيون نارسيسيك. لا غولاسيون اناكليتيك تيبغي تحب، لا غولاسيون نارسيسيك تيستعملك للغايه ديالو هو، يستعملك. نارسيسيك تيتمتع بكل شيء اللي جا قدامه بحال شي شوميني كيكدي. لو نارسيسيك لا خصو يدير الحاجه باش يتحب. اذا هنا لا نيفروز ديبوندونس واحد جهاز المناعه النفسي ما تيرفضش، تيترخى طبيعه الحال. الكبير راه مسؤول، ولكن لو 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 فهمنا قواعدها، لو فهمنا قواعدها، هي راه القواعد ديالها راه جايه من هذاك المعنى والقيمه ديال المعنى. ملي غيتحط فعل النكاح وانتم موجودين في هذاك العمود، ها عندنا هذاك العمود شنو فيه؟ فيه النكاح، ثم عندنا البناء، ثم عندنا الانشاء، ثم عندنا الوضع اللي هو الموضوع الاساسي الذي يجد المرء نفسه فيه. ثم خصو تحول من هذا الموضوع اللي هو يجد نفسه فيه الى موضوع اخر يجد نفسه عليه. شي خصو يخرج من فيه لعليه. شي عليه كتولي راكب، فيه كتعوم. حتى اللغه العربيه فيه انت في المسبح، اما عليه على الحصان. كنقولوش فيه، ماشي كنقولو فلان في الحصان. على اي مطيه هو؟ على جمال ولا حصان؟ على حصان، على فرس، اللي بغينا نكونوا ادق، اذا كانت انت. ثم غيجي التاليف، ثم غيجي التصنيف. هذاك التاليف راه خصو مصنف، حيت راه كاين اللي عنده التاليف وما عندوش المصنف. حنا في تعاملي مع هذا الاستاذ الفلسفه الله يجزيه بخير، يعني مع كل احترام وكل تقدير، ملي يتكلم على ابن الهيثم وكيتكلم على كتاب علم الهيئه لابن الهيثم وكيصنفو، وقيل غيسه منه، انا استاذ ما شاء الله على بال، غيسه منه او لن سالوني واش علم الهيئه كنصنفوه في الهندسه ولا في البصريات، انا كنسولو، لان علم الهيئه راه مصنف في البصريات. هو اللي غيشتغلوا علو اوروبيون في نهايه القرن الثامن عشر اللي غيعطي لا غيشتالت. هذا العالم هذا كان عنده منه نصيب، فهو في الجزء العلمي ديالو اللي متعلق بالفيزيك سي د لوبتيك دو لا بيرسيبسيون، ما كنصنفوش في علم الهندسه. فانا كنطرح هذا السؤال الاستاذ الفلسفه، واش علم الهيئه كيتصنف في الهندسه ولا في البصريات؟ خصو هو كاستاذ هنا في الصحفي يا اما يكون عنده درايه يا اما يعتذر للمستمع، لان كيولي واحد الشخص يتكلم يقدر ينسى يسها يغلط وكل شيء غادي هو ذاك. لا لا، ما يمكنش تقول واحد البلاصه اللي غتعطى للجمهور اللي غتعطى للناس. ثم علاش عنده هاد الهوس لهاد الازدواجيه ما بين الفقهاء والفقراء؟ علاش 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 قلت له ما كشفش الراي ديالو بكل صراحه؟ لان كيتكلم على العقيده ما كيتكلمش على الشريعه. انا غادي نقول له رايي انا في الموضوع، ما عنديش حرج، كنتظر منه من الناس اللي عندهم درايه بالماده الفكريه كما كانت المشاريب ديالهم يوضحوا موقفهم من الحلال والحرام. انا كنحومو نحوطوا على واحد الموضوع سميتو الحريه الفرديه، سميتو الحب. كيف سول واحد الصحفي قال له شنو كلامك في الحب؟ يا ودي جيو ديريكت، جيو كشفوا على رايكم مباشر، ماذا تقولون في الحلال والحرام؟ وفي ان هذا الفعل واحد الفرد بغى يزني، واحد الفرد بغى يعيش حياته، وشنو كتقول انت في الاجتهاد وخصك تلغيه ولا ما تلغيهش؟ هذا هو الموضوع اللي كلشي كيتخبى وراه. نجيو له مباشره ونحطوه،
اذا ملي كنبداو نتكلموا على الحداثه، ما معنى الحداثه؟ حنا راه كل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. حنا مسلمين هنا في الحد، عندنا خط احمر، انك انت تعيش حريتك، شغلك هذاك، دير في نفسك ما بغيتي، كل شات كتعرق كتعلق من كراهه. كل واحد غيتحاسب واحد النهار قدام الملا، وعنده واحد اللوحه وفيها الاعمال ديالو، هذا شغله هو. ولكن انك تجي وتجادل في انه خص، وما عندكش الشجاعه والجرأه، ما كندويش عليه هو كاستاذ الفلسفه، ما كندويش عليه، انا كندوي على الراي الاخر، ندير واحد الراي اخر هو ما وصلش له، ولكن في انه اختار يتكلم على الفقراء والفقهاء، انا انا انا, أنا حيرني علاش هذا الاختيار. ماشي هما اللي مسؤولين على هذه الاشكاليه، ماشي هما. النهار اللي المغرب دخل له واحد الفتاوي من المشرق تحرم الموسيقى، ما دويتش انا على الفقهاء والفقراء، قلت الموسيقى ماشي حرام، لان شفت في مصر علماء كيستمعوا ديال الازهار، كيستمعوا لكلثوم، كيستمعوا للسنباطي، فما يمكنش علماء الازهار يديروا بدعه، ما يمكنش. انا من تما جبت الجواب ديالي، الجواب ديالي ماشي من راسي، انا شفت علماء الازهار عندهم اسطوانات، وكنا كنتلقاهم في اوروبا، في باريس وفي برلين، ونتلقاهم في بلجيكا، وكنشوفهم كيشريو في 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 85، في 84، في 86، كنشوفهم كيشريو الاسطوانات ديال كلثوم، كيجيو كيشريهم، كيشري هذاك المسجله الكبيره، وكنشوفوا ناس علماء كيتصنت ليها، كيتصنت الصنباطي. فما يمكنش تقول لي الموسيقى حرام، تقول لي واحد النوع من الموسيقى اللي فيها الفجور من حيث الكلام ومن حيث الحركه والرقص، متفق معاك، كل فيها الفجور ما يقبلوش المسلم، باش تعموا على الموسيقى. وها هما غيروا الاخوان السعوديين مؤخرا، عندهم واحد التغيير في واحد العدد من الامور اللي الحمد لله، هما رجعوا للصواب ديالهم. وخي كنشوف عالم الغى فتوى ديالو، والله لا عندي، ها هو عندي فتوى عالم، باش عالم سعودي يلغي الفتوى ديالو، لا راه ما عمرها كانت، والغاها هو كيعتذر، ها هي كيعتذر، ها هو عالم سعودي. اللي كنت مشيو الموقع عكاظ وغتقراو الفتوى ديال الاستاذ عبد الله المطلق، الشيخ عبد الله المطلق، عضو هيئه كبار العلماء، وها هو تيلغي الفتوى ديالو، دار فتوى ولغاها وبالجهره، راه ماشي يتخبى. اذا هناك هادو هما السعوديين اللي انا كنحب، هادو هما العلماء اللي كنحب، ماشي ما غتنقص من قيمتك حتى حاجه اللي قلتي واحد البصره رجعت. اذا هنا خصنا نكونوا حنا محترسين، كيجي واحد كيتكلم على الحريه الفرديه، والاخر كيدوي على العقيده، وتيقول واحد الوقيته في التاريخ الفقهاء والفقراء هما اللي كانوا مسؤولين. لا يجازيك بخير، لا 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 لا، كل واحد وتيشتغل بالقدر الايمان ديالو. الا لقيت انا واحد الفقيه عنده واحد الايمان وعنده قناعه في ان رايه هو الحقيقه، هو غيعمل وانا غنعمل، قل اعملوا على مكانتكم انا عامل، هو غيعمل وانا غنعمل. الا هو مجتهد عليا وانا كسول، الا هو عنده قناعه قويه وانا عندي ضعيف وتردد في الايمان ديالي والقناعه ديالو انتشرات، لومو سلم الكسل ديالي، سلم الشك ديالي. الا هو ما تينعش وتيخدم، الا هو تينفق ماله وجهده وصحته على المعتقد ديالو، نمشي لومو. قال له لا، قال له اخطأ، هذا راه عالم كيعارض عالم، عرفتي ابن المثنى قداش فين تقدع له في الاعراب، وكما لقيناش الزجاج كيعارضوا في واحد البلاصه، هذيك البلاصه تخيل واش عامه ولا خاصه في التفسير، واش عامه ولا خاصه؟ شتي بالاعراب اللي دار ابن المثنى غادي يجعلها خاصه، وبالاعراب اللي غيدير الزجاج غير يجعلها عامه، بمعنى كنا غنخرجوا بواحد الحكم اللي كان معني به غير سيدنا رسول الله، حتى ولينا معنيين به الامه كاملين. وراه بفضل جوج العلماء، ظل جوج الاعراب ديال جوج العلماء، كما كانوش عارفين الدقه، عرفتي والله غير باش تقراي ذاك الاعراب ديالهم، مش انا فكرني ونجيب لك نص تشوفيه، والله غير باش تقراه تتحرق، غير باش تقراه. اذا الله يجزيكم بخير، الفقهاء احترموهم، انا كندوي كمغربي مسلم، فقهاء شادين الباب الثقيل الكبير سميتو باب الحلال والحرام، واحد النوع من الفقهاء الزالق والواحد هذاك راه ما كيسواش عندنا حنا. حنا المذهب المالكي، مذهب الوسطية، المذهب الاعتدال، ما يمكنش تلقى في المذهب المالكي الحقيقي واحد الفتوى ولا واحد الفقيه ولا واحد العالم كيخنق المسلم، ما
ما كايناش. اذا ملي كنسمعنا استاذ كيدوي على انتهت الى ان تاريخنا كتبه اثنان، الفقهاء الفقراء والفقهاء. الله يجازيك بخير استاذ. في اين مدينه، في اين بلاد، في اين حقبه تاريخيه ما يمكنش تخليها مفتوحه بحالكم؟ انت راك استاذ وعارف قواعد الفكريه والقواعد العلميه، ما يمكنش تخليها مفتوحه. الفقهاء والفقراء في اين حقبه؟ واش الحقبه ديال دابا القرن 21؟ واش الحقبه ديال القرن 20؟ واش منذ ظهر النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا؟ الله يخليك حدد. ما يمكنش هكا استاذ جامعي ما ندخلوش معاه في التفاصيل، لان راه داز في قناه عموميه، افكار ثقيله. عرفتي ملي تسمع، ملي كتسمع ملي غادي يتعارض مع الجابري رحمه الله، وغادي يقول انه كيتعارض معاه في الابيستيمولوجيا لانه كاين تغيير علوم وكذا وكذا، مزيان. وشويه غادي يقول الابيستيمولوجيا كاين فيها اللي كيموت هذا، وغايقول حتى الايديولوجيا كتموت، وما حددش اين ايديولوجيا اللي ماتت. واش كاع كل ما هو ايديولوجي غير جاء مضى عليه الوقت مات؟ مثلا الايديولوجيا الشيعيه فواحد نقولوا ماتت، الايديولوجيا الراسماليه الشرسه فواحد البلايص نقولوا ماتت. هو الايديولوجيا ديال ان سيدنا رسول الله هو صاحب مقام الاسوه الحسنه كايديولوجيا عند المسلم، شنو غنديروا فيها؟ هو خلاها مطلقه، ولا كانت مطلقه غادي تنزلت على هذه. واش يعقل ان لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه؟ راه كيشكل لي انا ايديولوجيا ديالي، انا ايديولوجيا ديالي هو مقام الاسوه الحسنه سيدنا رسول الله. هو كاستاذ كيقول لك ماتت، اذا ملي قال على الايديولوجيا ماتت انا غنخدم مع المنطق. اذا كل ما يشكل المؤمن المسلم اليوم ايديولوجيا تيقول عليها هو، خصك تقرا وترجع تموقع معاها. انا امي ما قاريش، انا امي ما بغيش نقرا، انا كنقرا ليا فقيه في جامع كنت صغير، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، قلت له اش كتعني سيدي الشيخ؟ قال لي اي حاجه ولدي استحضر النبي صلى الله عليه وسلم. انا الايديولوجيا ديالي كنستحضر سيدنا رسول الله. اذا هذا الاستاذ ما تيقول كاع الايديولوجيات ماتوا وكيعارض، راه يمكن لك تسمعها في الحوار انه هنا تيعارض الجابري وما قاسهاش، هو كاستاذ قاسها. هناك وكانوا الصحفيين تبارك الله ثلاثه، راه ماشي ثلاثه شباب، كان خصو يكونوا يعني بحال ديك الطيور طق 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 كانت غتزيد. راه كنقول الله يجازيهم بخير، بعدا داروا لنا ماده، راه تغيير كبير. ان اليوم انا شخصيا نشوف دوزام واحد الحوار في هذا المستوى، راه الله يجعل اللهم صل عليك رسول الله، شي حاجه قدا قداش. ولكن انا كنبغي دائما اللب ديال الدقه ديال الحلاوه. انا لهذا كنتفاعل معاه، لانه الماده ديالو مفيده، لان الطريقه باش تيشتغل مفيده، خصو ايضاح توضيحات. انا كنطرح له اسئله اش كيعني بهذه المسائل هذه اللي ذكرت عليها. واخا استاذ غادي ناخذ توريا من اسفي ومن بعد نرجعوا للحفيظه. الو توريا. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام، رحمه الله. الى توريا التدريبي من اين مدينه لالا؟ من اسفي. اسفي، مرحبا لالا، شحال في عمرك؟ الله يكبر بيك ويصلح بك. امين امين اختي. انا عندي 37 سنه، عندي ثلاثه الوليدات. بارك الله، شحال في عمرهم؟ سيد 14 عام، عنده توحد، من 50 المراهقه دابا ولا اغريسيف وعنيف، صراحة ولا صداع كثير بزاف الحمد لله. وعندي الوليد الثاني بنيه الحمد لله لاباس عليها، والوليد الثاني كان عنده موك دوكسيجين. شحال البنيه في عمرها لالا؟ البنيه عندها 10 سنين دابا، غتدخل ليها ان شاء الله، دخلت في هذا شهر 11. هي والصغيره؟ والوليد صغير، البنيه هي اللي البسطانيه، والوليد الصغير شحال في عمره لالا؟ الصغير دابا عنده 6 سنين، يلاه دخل الحمد لله. الله. كان عنده موك دوكسيجين وبقينا متبعين معاه الحمد لله، ولا تيتمشى ولا تيهضر ولا دابا كيكون الحمد لله جمال، ولا تيعرف يقرا حروف وجمل، اللهم لك الحمد. ما مشاش لا في الوقت لا تكلم، وهذا الشيء سيدي مامون ما نكذبش عليك اثر عليا بزاف. احسن عوانك اختي، احسن عوانك، خصوصا انني كنخدم في القطاع ديال التربية الوطنية، وخاصني عرفتي وليدات الناس مسؤوليات. الله الله الله، كنتحمل العبء ديال العمل والعبء ديال وليداتي. قول لي يا اختي، علاش ما حاولتيش تطلب منصب في الإدارة وتحيد من القسم؟ ما أنا طلبتها بزاف، ما كاينش سيدي مامون اللي كاين اللي وقف معايا، لا نقابات لا هذا، ولكن اللي كنحمد عليه الله انني عندي واحد القدره ديال انني كيف كنخرج من الدار كنحاول ندير بحال هذاك الشيء ما كنعيشوش، كنخدم مع وليدات الناس وكنرجع لداري ثاني في المعاناه، اللهم لك الحمد. لا اله الا الله.
هاد المعاناة اللي عندك في الدار بحالاش؟ وصفيها لي لالا. عندي الحمد لله ما كنلقاش العوين، حتى الزوج ديالي ما نكذبش عليك في الزواج ديالنا في البديه كنت عانيت معاه من العنف، عانيت من قله الاهتمام بزاف الحوايج، واستمريت معاه وما قلت انا غادي يتبدل هذا الانسان وهكا، ولكن دابا وليت كنحس براسي انا كندير جهدي وفوق جهدي باش نكون مع وليداتي، ولكن ما بقات عندي دابا الرغبه في حتى حاجه. الله ينجيك. كان خدامه دايره الجهد فوق جهدي وكنطيح، ومره كنكون قويه ومره كنطيح ومره تنوقف، وهذه الامور غير بحال هكا، ولكن نفسي ما بقيتش لقيتها نهائيا. كنشوف راسي غير عايشه صافي، خاصني نادي الواجبات اللي عليا وندير اللي عليا صافي، كنفكر غير في شنو غندير غدا، شنو غادي في هذا الوليد الكبير فين غادي نوصل به، خصوصا انه ما تيقراش غير في واحد الجمعيه دابا الحمد لله، بعدا راني كنحاول معاه كيدير السبور كيدير هذا هو جهدي عليه، ما القرايه ما تيقراش فهمتيني، وما بغيتش ندخل لهذاك، ما انا بغيت نستشر معك في الدواء بالنسبه لهاد لي كالمون اللي تيعطيوهم واش صلاحته ياخذهم، لانني ما بغيتش قلت انا يتعدل السلوك ديالو بالاحسن، هو مني تيكون الحمد لله مني تيكون على خاطره تنحاول نونجاجيه معايا في بزاف الحويجات في الدار، يجمع معايا يدير هكا يخرج يلعب قدام الدار بزاف الحويجات. لالا توريا كيبان ليا كل لالا توريا نعم سيدي امام كندا اللي هي كندا نعرفوا كندا وكيفاش كتعتني بالمواطنين ديالها وكيفاش كترعى المرضى ديالها، حتى انه كيطلبوا واحد العدد ديال الناس من الهجره ياذنوا لهم يدخلوا لبلادهم غير باش يقابلوا المرضى ديالهم. راه واحد العدد ديال المهاجرين دخلوا لكندا من واحد الدول ما عندهم لا دبلومات لا شواهد لا دراسه لا والو، يشوفوا فيهم الانسانيه ديالهم. الا لقاو في واحد المواصفات معينه عندهم تما عائلات عندهم وليدات بحال هكا ولد لاله توريا وعندهم مراه كبيره وعندهم راجل كبير، كيطلبوا ناس فيهم الانسانيه تيكونوهم ويتبعوهم ويخلصوهم. كندير تكوينات سيدي مامون تسمح لي. غير نكمل لك اختي توريا اش باغي نقصد؟ هاد كندا اللي هي كندا وكتوصل انها كتعطي الادويه للمراه الحامل إلا كانت في واحد الحالة نفسية عصبية خطيرة، كندا كتعطي الأدوية. ويمكن لكم تبحثوا وتشوفوا هذا الشيء وصولوا اختصاصية. كندا كتأذن استعمال الأدوية للمرأة الحامل اللي ما عمركم ما غتلقاوها في المنهج الفرنسي. فرنسا ما يمكنش يقبلوا استعمالهم للمورفين، ما كيقبلوش. الأمريك لا، أمريكا كيستعملوا المورفين الحالات ديال الالم الشديد كيخدموا بمورفين، في الثقافه الفرنسيه اللاتينيه تيخليوه استثناء، دابا هما جايين له ثم في استعمال مستخلصات من 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 الكيف طبيه الفرنسيه اللي كتفكر، امريكا وكندا خدموا به والمختبرات كيخرجوه والصيدليات كيبيعوه. إذا علاش كندا في واحد الحالات تيأذنوا للمرأة الحامل؟ وأنا مش حيرني الأمر ومشيت كنبحث عليه وسولت عليه، لقيت أنهم تيفضلوا يتبعوا الدري بعد ما يتزاد ويخرجوه من الاضطرابات اللي غيكون الحق به الدواء أقل ضرر من أنه يتصاب بهذاك الاضطرابات وهو مع واحد الأم حاملة به قمة العصبية وقمة التوتر. الناس عبروا فين كاين دابا، هو ضرر هذا مضر وهذا مضر، لقاو أقل ضرر. دابا كندوي على الكرام، ما كنقولش أنا واش معاهم الضم، تنقول لك شنو داروا في تجربتهم هما. مشاو كيعطيو كيشجعوا لي بيدياتر وتيشجعوا لي جينيكولوج ويشجعوا لي ماما أونسانت اللي عندها واحد الكريز نيرفوز ولا عندها واحد اضطراب نفسي وحاملة وغتبقى تاكل في لحمها وتأذي نفسها وتأذي هذاك الجنين في كرشها، يعطيوها أدوية. ومن بعد كيتبعوها هي والجنين لانهم خداو ادويه بجوج، لانه هو راه مسكين هو تياخذ واحد النصيب من الادويه كرشها. اذا فما بالك بواحد الشاب اللي عنده هاد حاله التوحد، ما تنقولش مصاب توحد لان التوحد ماشي مرض، حاله
فيها تضافر واحد الجينات وفيها واحد الإشكاليات لا إله إلا الله. إلا كان هاد الأدوية عطاهم له طبيب باش واحد النوبة من النوبات تجيه ويلقى باش يفك راسو معاه. نبداو حنا دائما تنقلبو كيفاش نقويو المريض، وسيدنا رسول الله توصينا يقول لنا سيروا مشية الضعيف فيكم. هذا راه ضعيف. مؤخرا تلاقيت واحد السيدة في الطريق لبات عليا كتقول لي يا ولدي في السيارة بغا يسلم عليك. سلمت حلو، قالت لي يا سيدي هاد الوليد هذا راه كان راه فيه توحد والله يجازك بخير، ها كيفاش تبعت معاه كيفاش 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 دابا راه خدمته نسبيا راه مستقر وعايش. هاد المراه شنو الفرق ما بين هاد السيده اللي ولدها فيه توحد وعرفات تربيه ونجحات بهذاك الحال اللي هو عليه، حال توحد راه ماشي حال معدوم، حال خاص جدا واستثنائي جدا، وراه خاص جدا واستثنائي جدا، راه عندهم شي قدرات ما طيحش لك على البال، راهم تيفكروا بواحد الطريقه مختلفين دال عندهم هما تيشتغل بواحد القوانين مختلفه علينا حنا، هما لي كونيكسيون ديال لو سينيفيون مختلفين علينا تماما، نفس الدال عندهم هما تيخدم بقواعد اخرى، قواعد اخرى تيخدم. اذا لو عرفنا بانهم راهم فرصه الواحد المواضع في المجتمع راه نمشيو نشريهم بالذهب، عرفنا شحال راهم فرصه. اللي بغى يفهم شنو تنقول يشوف جود دكتور، شوف واحد السلسله راه كاينه جود دكتور، شوفوها شوفوا هذيك السلسله الله يجزيكم بخير، وحاولوا تفهموا علاش هوليوود حطات الملايين ثقيله باش تدير انجاز ديال هذه السلسله جود دكتور. وشكون هو الطبيب؟ شكون هو الطبيب؟ شاب عنده واحد المرض بحال هذا الشيء ديال لي زوتيست، وعنده مهارات، ما عندوش تكوين طبي، عنده مهارات، وبهذيك المهارات كينقذ ناس مصابون بشي امراض ما يمكنش الطب العادي والطبيب العادي يسلك راسو معاه. سؤال علاش هوليوود دارتها؟ علاش؟ اشنا هو الطريق اللي سالك امريكا تعاملها مع لي تي دي؟ شنو هي الطريقه دي اللي سالك امريكا في تعاملها مع لي تي دي؟ شنو هي الطريقه؟ وشنو هما هاد الامكانيات اللي وضعها امريكا؟ ونحيلكم على جلاس، نحيلكم على فيلم اللي مثل فيه بروس ويليس جلاس. وغتشوفوا هاد هو راه جزء ثاني ديال فيلم اخر البطولة ديالو جيمس ماكفوي اللي غيدير فيلم الاول سبليت. بغيكم تشوفوا سبليت وشوفوا جلاس. سبليت راه في 2016، جلاس في 2019، شوفوهم بجوج. وشنو غتستنتجوا؟ ان في 2016 سبليت ماكافوي جيمس كيعاني من ما يسمى تي دي، تروبل ديسوسياتيف دو ليدونتيتي، عنده هويات متعدده، مره عنده هويه ديال المراه، مره ديال راجل كبير، مره ديال دري صغير. كتبعوا واحد البسيكياتر اللي كتشتغل علو حول واحد النظريه كتشكلها هي في سبليت في الفيلم. دابا هذا هو الخط، هو الخط اللي غيمشي له الميتر اون سين، بان هي كتبع واحد الطبيبه بسيكياتر كدير واحد لا غوشيرش تيوريك علو.
هاد لاغوشيرش تيوريك اش كتقول فيها في الفيلم، بان هاد اللي كيمثل سبليت راه ماشي مرض عادي، راه خاصيه، خاصيه اللي داخله في ليفولوسيون، مشاو لنظريه داروين وجعلوها هنا كتكون شريك البلاصه اللي بداوها الاكس مان، هما تيكملوها بالسيونس. اكس مان داروها في الفانتاستيك، دابا سبليت سي دو لا سيونس، غير ماشي اون سيونس بوبليي في اون ريفو سيونتيفيك، سي ان ديسكور سيونتيفيك سوتوني بار لو سينما هوليوودي. اوا خطاب علمي ولكن ماشي في المجلات العلميه، في السينما الهوليووديه، ولكن الخطاب راه علمي، بانه هذا الفيلم سبليت راه ماشي مرض، راه خاصيه لهادو ناس اللي سابقين الاجناس اللي غتجي الانسان في المستقبل، هادو خدامين كيعيشوا التحول، يسون تران دو سو ترانسفورمي ديفولوي، لان جايين في المستقبل اكراهات كبيره تكنولوجيا، غيمشيو للفضاء غيعيشوا. هادي تخيل كتقولوا هذيك الميدسان في سبليت في 2016، وكتقول بان هاد الناس هادو راهم دي بريكورسور ديال ليفولوسيون اللي غيعيش الانسان، ردوا الانسان بحالو بحال ديك الطيور اللي غادي يدرس داروين في ليزيل غالاباغوس، غادي يلقى الجدود في هاد الجزيره وغيلقى الحفاد في هاد الجزيره، شتي هذيك الجزيره مشاو ليها الحفاد، هما نفس السلاله بحالهم بحال هاد الطيور اللي اصلهم منهم، غير هادو منقرهم صغار والحفاد منقرهم كبار. داروين قال هادو نفس السلاله، تخيل بحال واحد الجوج كاين في السعوديه واحد الجوج في المغرب، لقى الجوج ديال المغرب اصل من الجوج ديال السعوديه، ولكن الخاصيه ديال الجوج ديال المغرب اي مثال، لقى عنده منقار غليظ على الجوج ديال السعوديه، علاش؟ لان الجوج اللي في هذيك الجزيره الجديده الزريعه اللي لقى غليظه على الزريعه اللي عند والديه، والديه في الجزيره الام كان عندهم ثمار زريعه صغيره كيقدروا يهرسوها بهذاك المنقار الصغير، لهيه لقاو ثمار غليظه المنقار الصغير مابقاش خدام، فقال اشنو هو الميكانيزم اللي يجعل جيل على جيل المنقار يتبدل يولي غليظ باش يتوالم مع الزريعه الغليظه اللي عندهم في الجزيره الجديده، ما عارفش الميكانيزم ولكن لقاه كاين. جاك لاكون كيسميه لادابتاسيون، التاقلم، داروين كيسميه ليفوليسيون. اذا شتي في سبليت 2016 وفي كلاس 2019 هذا هو الخط، سو ني با اون مالادي دابخي هوليوود، ما يقدروش يبيبليوها، ما يقدروش يحطوها في مجله علميه، ولكن راهم نازلين عليها في السينما وملبسين الممثله سوا ديال طبيبه وعاطينها الصفه بسيكياتر وكتهضر بجمل علميه. السؤال واش باش يمتعونا ولا باش يهيئوا الراي العام لتقبل واحد الفكره من نوع اخر ريثما العلم يوصل ليها، ها هما كيسبقوها. شو اللي فات هوليوود؟ اذا كذلك لوتيست ماشي مالادي، اذا نيتا، هاد ليتا الي سبيسيفيك اي ميو ادابتي ا سيغتان شوز كو نو، واش حنا عارفين لي زيتا اوكيل اي بو ايتر ادابتي ميو كو نو؟ ما عارفينهمش، يوم اللي ما عارفينهمش غنقلو من كندا، الله يجزيكم بخير غنقلو. شوفوا الدور اللي كيلعبوا الممثل بروفيل كريمينيل ريد لونكيتور بريون، شوفوا علاش بروفيل كريمينيل كريمينال مايند رسالات هذه السلسله ولكن راه هائله، شوفوا علاش الاصل ديالو داروه اوتيست، الميور انكوتير المحلل في البروفايلينغ الواعر في السلسله الي اوتيست، جود دكتور عنده استركتور يتشبه الاوتيزم، وريد عنده الاوتيزم. اذا واش امريكا كتفهم ما كتفهمش؟ كتظنوا غير وضعهم في السينما فقط، يبغيتي تاكدوا سيري شوفوا اختي في الدوكيومونتير تيما سور لوتيزم، انا ننصحك عفا اختي باش تتبعي هاد المسائل، اختي توري الله يجزيك بخير، تبعي هاد المسائل هادو. اذا هنا الا مشات حتى عرفات لان الاشكاليه راه ماشي حتى عنده 14 عام وصل للمراهقه، انا قالت واحد الربط قالت صباح في المراهقه، لا 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 عفا اختي، هما راه بعاد ما عندهمش كاع المساله كاع بعيده، حطت صبيه ها على البلاصه اللي كتعقر، راه اختنا توري راه شافتها اللي هي العلاقه ما بين المراه والراجل. شنو دوينا اختي في الموضوع اليوم؟ بداية لنا قلنا خصنا شي حاجه فيها معنى، ما كافيش المعنى بوحدو، خص قيمه. شنو هو اللي كيعطي القيمه؟ هو ما تنفق علي وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ايديولوجيا ديالي، ايديولوجيا ديالي سيدي رسول الله، والايديولوجيا ديالي في سيدي رسول الله لن ولا تموت
يعني خص الانسان يكون كاستاذ يكون كذا خصو يعرف راه الجمله راه عندها بدايه وعندها نهايه وعندها قفله وعندها ابعاد، خصنا نعرفوا شنو تنقولوا. راه ماشي حيت غادي نقول ايديولوجيه راه ما غيفهموهاش المغاربه، المغاربه كيفهموا مزيان، واحد يرد البال راه غير سهوه منه. حتى ما شاء الله عجبني كاستاذ ما شاء الله عليك. هاد شوف سيدنا رسول الله اش غيجعل الابتسامه في وجه اخيك بمعنى ان القيمه للمال ماشي في القيمه العينيه، في انها كذلك رمزيه تترمز للقدرة والاستطاعة على الإنفاق، كترمز للكرم الأخلاق، وكترمز للعطية الرمزية اللي غتجلى في الحديث بأن الابتسامة صدق. ياك تغير خليها الأربعة احنا خرجناها لي ولا لا. دابا علاش هو عنده قيمة المال؟ لأنه ماشي قيمة عينية فقط، راه رمزية كذلك. إذا كنقولوا قولي غير كلمة زينة ما تعطينيش. الكريم عند المغاربه هو اللي كينفق، والنفقه سلسل العلماء سول الفقهاء، النفقه راه فيها اجران، والصدقه فيها غير في واحد ديال الاجر، صدقه اجرها صدقه، والنفقه اجرها في النفقه، وفي نفس الوقت تكتب الصدقه اجرها في النفقه وكتكتب صدقة ميتين. شو الفقهاء شنو قراونا العلماء وطاحنة المغاربة، قراونا سيدنا الفقهاء الله يجزيهم عنا ألف خير، أنه إلا تقضيتي خلصتي مثلا تخلصتي من خدمتك قضيتي المنضة ديالك وخرجتي من خدمتك ومشيتي لالا شريتي شي ديسير شريتي شي كبيدة وشي كفتة وشوية الحوت وهذا ودخلتي لدارك وصيفتي هذاك الميكلة وهذا ودخل راجلك من الخدمة عطيتي واحد العنبه وغسلتيها ودرتيها له في فمه، هذيك انت شريتيها نفق، شنو عطيتيها له بهذيك المحبه فمه غتكتبات نفقه وصدقه. شوف سيدي ربي كي تيشجعنا وكيفاش كيحفز فينا وكيفاش كيفسر لينا القيمه للاشياء اللي حنا ما دايرينهاش. واش دابا راجل هز دغمه من طاجين لطيبته مرته وهز هذيك الدغمه اللي الخبز عجنته هي اللي عجن الخبز وهي اللي مطيبه الطاجين، هو شنو دار؟ هو هز عاد غمه ودارها في مريقه وحطها لها في فمها كتكتب صدقه. شوف الرمز، واش هي ما هو ما جاب والو، هي اللي طيبه الطاجين هي اللي عجن الخبز، هو شنو دار؟ هو فرحها، هو عبر لها على 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 الشكر والامتنان في ان الطعام هذا راه بنين وما كاين ما 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 ابن ولو في العربيه لا تقال بهذا المصطلح، بانك دغمه جايبها لفمك لنفسك وتعطيها للاخر، هذيك راه هي البنينه، هي اللي كيكون مثلا دابا انت باركه مع اهلك كتاكلوا واحد المليج كلشي عينوا عليه، وانت عينك هذاك المليج خوك عينو هذاك المليج وكلشي حشمان، وتيبان لك مثلا بحال هكا يا زوجك مديتو هذاك المليج وانت عشقتي علو وساكته ما غتقولي والو، صافي تا جابها لفمه وانت يأستي هذاك المنيج راك لاه، هو يرجع ويقول لك الله الشريفه الله، وانت كتقول لا 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 والله تاخذي، تقول والله تاخذي والله، وتخيل تقسموه. شوف سيدنا رسول الله الرموز اللي كيعطي، كانوا العرب المسلمون في بدايه الاسلام كانوا كيعيفوا المراه الحيض يعيفوها، وكان قبل الاسلام كيديروا لها خيمه وتخرج للخيمه الرئيسيه تمشي للخيمه الاخرى. شكون تعرفوا هذا الشيء؟ وسيدنا رسول الله يقول انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. فملي كانت كيكون مع زوجته فيها الحيض كان كيباس مع النقها، ولا كانوا كيتعشاو كيشرب من الغراف في الموضع اللي حطات شنايفها فمها، شي بلاصه اللي شربت منها هي، يدور الكاس قدامها هذاك الغراف كيدور قدامها وكيشرب فوق البلاصه اللي، وهذا الشيء راه ما كيشرح ما كيفسر. النساء المسلمات راه على بركة تلاحظ السيد، حتى فهموا المسلمين بانه هذاك التصرف الاول اللي كان راه لا يجوز لا يليق وخصنا ناخذه
الأسوة الحسنة في الإيديولوجية ديالنا اللي هو سيدنا رسول الله التي لا تموت ولن تموت. مرحبا. واخا غادي نتوقفوا مع فاصل ونرجع. تفضل نصيحتك بالنسبة لمصطفى من قلعة صراغنا. مصطفى قلعة صراغنا دابا كيظنوا البعض بأن علاقة الجماع هي طبيعية ما بين الرجل والمرأة، هي طبيعية وضمنيا رخصها قدرة عقلية ونفسية، هي راه مسؤولش عليها غير اللحم غير الجسد، هي رخصها قدرة عقلية ونفسية باش كيتم استيعاب فعل الجماع، خص قدرة عقلية ونفسية. هاد زين المحارم علاش يطلق واحد العائلة مثلا، واحد الأخ كيمس ختوه، واحد الأب كيمس بنته الله يستر، علاش يسكت الإنسان عليها؟ علاش في أول فعل ما كيخرج بغوات ويطج ولا؟ لأن كيعيش واحد يتمزق بحال كيتقطع، عنده تصور وتمثل ديال واحد الشخص يحميه، إذا معه واحد الفعل اللي ما عندوش تهيئ لاستقباله. انت مع باها عمرها ما كتظن ان باها كيحميها وكبرها كيحميها وتيوكلها ويشربها ويحضيها، النار تيمس فيها كتمزق داك التمثل الاول، والاحساس راه تيحضر بالفعل، وملي تيحضر ما عندوش الركن فين يتموضع، الركن فين غادي فين غيتكب الاحساس، ما عندوش موضوع. احنا علاش عندنا الخطوه؟ اش كنمشيو نخطبوا؟ لان كنهيئوا بالخطبه، كنهيئوا هذيك البنت والعائله ديالها لان راه واحد الفعل غيجي وهذاك هو الموضع ديالو، اللي الذروه ديال التهيئ هو العرس، وهذيك الليله ديال العرس الحنه. وشوف المغاربه كيديروا ليله العرس، كيديروا العرس، كيديروا الفطور، وكاين في بعض القبائل كيديروا الحزام. ياك لا؟ كيدرس الحزام، كيسميوه الفطور والغداء الحزام، عندك فرزوا ما بين الحزام والسروال، راه فرق، راه ما تيخرجوش السروال هاد الناس، عندهم عيب. الحزام هو البنت استقبلات المضاجعة وغنفرحوا بها، شوف من الخطبة حتى الحزام، هذا كله تهيئ. اللي ما عندهاش القدرة النفسية والعقلية الاستيعاب هاد الشحنة هادي تتفروح، تتسطى، كتولي حاصلة فواحد البلاصة كتفضفض، شتي بحال شي طير شاد واحد الشبكة، ما تيقبلش الطير تشدو الشبكة، تخيل غادي كيطير في السماء تشدو الشبكة، واش كتشوفو كيزقى؟ يبقى يفضفض يفضفض، ما حدو فيه الجد ويفضفض، يبغي يسلك راسو من الشبكة. إذا هذا هو علاش البنات الصغارات ما خصهمش يتزوجوا صغارات، ولو تبان لك فاخرة وتبان لك عندك راه ماشي الجسم، راه القدرة العقلية والنفسية هي اللي غتعطي، هي اللي غتستقبل. دابا هذا داوين غير الفعل، غير الفعل ديال الجماع خصو قدرة عقلية ونفسية، ما هي ما لونها قدا قداش، هذا غير الفعل، فما بالك أنها تولي أم وتولد. واش كتعني تولي ام؟ كتعني انه الدري اللي ولدات او البنت اللي ولدات كيعني ليها. كيفاش ولدك غيعني لك؟ ما هو جايب معاه براق يقول لك حلي هالمعنى، واش هو جايب معاه شي كتاب؟ واش هو جايب معاه شي اس ام اس؟ جايب معاه وجهه، عويناته، حركاته، صوته، غواتو،
البكا ديالو اش جاي معاه. اذا انت البكا ديال الدري غيعني، الشوفه ديالو غتعني، التقليقه ديالو غتعني، منين غتجيب الام المعنى باش تستقبل اشنو غيعني؟ منين غتجيبو من المعنى اشنو عنات، او المعنى فين هناك العنات؟ اميزوا بيناتهم من المعنى اشنو عنات، ومن المعنى من حيث العنات. عزيز عليه ما عنتم بالمؤمنين رؤوف رحيم، هنيئا لنا بمقام الأسوة الحسنة اللي كيشكل لنا الإيديولوجية التي لن ولا تموت. إذا هنا إلا هي عندها خصاص في المعنى وما درناش تهيئ، حتى يقدر يكون الإنسان كيعاني من الخصاص في المعنى وندروا له التهيئ ويحوطوا بها النساء وتصاحب مع أخته وتكبر مع أمه ومع المدة مع المدة مع المدة كتدبغ المعنى كيدبغ. شي بحال لا واحد المجمر ورا واحد الحيط، وذاك المجمر كبير زاند، واش انا من الحيط نحس بالسخونيه ما نحش؟ يا كنحسو بالحمام في الحمام البلدي ما كنحسوش بالبرمه. كتقول لواحد عندك اخويا ما تكاش على هذا الحيط راه من وراه البرمه، كتقول له اخويا انا مفدوع في هذا الظهر هذه السيمانه هذه، فين فين اخويا فين فين؟ كتقول له هنا. اح والله طيب طيب طيب، ورا شتي كيف هذيك سابيلا ديفيزيون، كيف هذيك الحراره ال سو ديفيوز، ورا كيف المعنى ال سو ديفيوز من بلادم بلادم. هذا هو لا ستركتور سبونجيوز. انسان عندنا احنا بحال بونجه كنشربوا. إذا شكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعة والاستماع للبرنامج بكل وضوح. لكم تحية سامي عارف، رافقنا في الإخراج والبرمجة الموسيقية وهشام بوزروال في إخراج الصورة. بقية أوقات ممتعة جدا برفقتنا على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم.